السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعال نشوف السؤال دوت. لما بعمل حائط بمادة الجبس مثلا أو أي مادة أخرى، لما بتظهر عندي في واجهة الرسم، يعني في المسقط الأفقي وفي 3D، أتمنى منك تساعدني، ما بتظهرش في وجه من الوجهات. طيب الموضوع بقى حتة إن حاجة ترسمها وما تظهرش، دي لها حاجات كتير قوي. تمام، يعني لو قعدنا نعدهم في الريفت ممكن نوصله في حدود مثلا يعني 61 حاجة مثلا. تمام، لكن الاساس بالنسبه لنا طبعا مش تقعد تبص على 61 حاجه، لكن بالاساس بالنسبه لنا برسم حاجه وما ظهرتش، فغالبا بيكون حاجه من الاثنين. تمام، اول حاجه بتفكر فيها الفي في، بتدوس في في فبيجيب لك الفيزابيلتي، فتقدر ان انت تتعلم على الحاجه اللي انت عايزها ومش عايزها، الموضوع واضح. تمام، تاني حاجه افكر فيها ان ممكن تكون انا برسم حاجه اوطى من المستوى بتاعي، فمش ظاهره معايا في الفيو رينج، فابدا افكر في موضوع الفيو رينج. تمام، ممكن يكون مثلا معمول كروب فيو، دي حاجه ثالثه. تمام، يعني في فرق ان انا برسم حاجه جديده، فاكيد الحاجه دي مثلا مش محدش عامل لها هايد. تمام، دي حاجه جديده فهكذا، فبتبدا تفكر في الموضوع. ممكن يكون في مشكله مثلا في الماتيريال، بس مش هي دي اللي بنفكر فيها، دي بنفكر فيها في الفراغ خالص لما يكون فشلنا في الفي في او. طب ممكن تكون ايه تاني؟ الورك سيت، ممكن يكون الورك سيت ديت برسم من على الورك سيت مش متفعله، او برسم على ديزاين اوبشن مش متفعل، فببدا افكر فيهم واحده واحده. لكن اول حاجه افكر فيها الفي في الفيو رينج وهكذا، واحده واحده بتبدا ان انت توصل للحاجه سبب المشكله. بتبقى حاجه بسيطه خالص، لكن هي دي اللي معطله ان الحاجه تترسم وانا مش شايفها، او ظاهره في بلان ومش ظاهره في بلان تاني. ظهر في بلان وبيظهر في بلان تاني عادي جدا، لان الفي في بيختلف من بلان لبلان الا لو انا عامل فيو تمبليت. فانا ممكن اكون برسم والحاجه ظاهره في الفيو، لكن الفيو التاني ممكن يكون عامل دوبليكيت من الجراوند، يظهر في واحد ما يظهرش في واحد. ليه؟ لان ده مثلا الاعدادات بتاعته مختلفه.